السلام عليكم ورحمه الله. راينا رجعنا لكم مرصقين ونصقلنا الحمد لله، صقلونا هنا حتى بعد زين تبارك الله عند وحدين يوم ططيت لين قلت باص على ملت عني قلت عن المواطنين عنهم ما يلطم يقبلوا عنهم ما يلطم يتموا بيعوا كردانديتهم ب 5000، لا يلطم يتموا يبيعوهم ب 10000، ولا يلطم يتموا يبيعوهم بصايرة 22000 اللي تعطيهم تآزو. قاموا هون تحاموا علي تبارك الله وحدات تبارك الله هوناتي اللي كل واحدة منهم سيكينة ما عندهم مبيت وليلي مبيت وليلتي لا مبيت وليلتي ما عندها، وشاكين عني جبانة من الجمل عني يحرك مني الله فمي، أنا اللي يحرك ما هو فمي، أنا يحرك كامل، واللي يفهمها يفهمها بالطريقة اللي يفهمها بها. أنا ظاهر لي عني داعي الشعب كامل كامل يالطو يتوجه شور مراكز الإحصاء هون شي من رواقيش مسيكينين ينصاقوا هون كيف تبارك الله شي من القنم تسوقهم الإنصاف وتقبضهم وتسجلهم وتقبض كردانديتهم وتقبض روسياتهم وتديرهم في الكلبة وتعطيهم روسية الإنصاف روسية تآزر اللي لا يقبضوا به الصايرة. أنا هذه التآزر حد يمشي يقيسها ويقفل ببيبانها لأنها مكتب من مكاتب الإنصاف، هذا كل حد في موريتانيا يعرفه ويعرف عنها تتحرك إلا وقت الزرق ووقت التسجيل هي تتحرك فيه تآزر وتشري مشيكينين لدمية تشريهم واحد واحد كيف تشم اللقنة وتسوقهم هنا وتسوق معاهم رقاش به اللي حتى ذاك الرقاش اللي صايقهم اللي صايقهم هنا المساكين هو مولي لا حول له ولا قوة صايقهم عنده شمن روسيات الإنصاف عنده شمن روسيات تآزر بليه لا واحد تآزر هو الإنصاف والإنصاف هو تآزر هذا واحد تقبض كردانديتهم وتقبض روسياتهم وتعطيهم روسي لا يقبضوا به صايرة الإنصاف صايرة 22500 هي سوقهم الخمس سنوات جاية هي حقهم في التعليم هي حقهم في الصحة هي حقهم في حياة كريمة. أنا ظاهر لي عن الناس كامل هيا الله تجي المراكز الإحصاء كاملين اللي موجودين وتعدل التعبية والتحسيس وتوعي الناس عنهم ما هم خراف وعنهم ما هم مملكة الحد وانهم ما مالكهم رقاش وانهم ما هم فايدين رقاش وانهم ما يعطيهم رقاش شي ولا يحكم عنهم هم اللي شي. هذا نختار تعرفوه ونختاركم وتوصلوه للناس الناس المكاتب المرشح بنام الداها عبيد يلطم يتحركوا شور مراكز الإحصاء ويعبئوا الناس ويوعوها لأن يعرفوا ذو الناس الإنصاف كانهم مالكين الخلق والله ما هم مالكين كانوا مالكين ثم لماذا هم لماذا خايفين من حد يتكلم مع الخلق هم مالكين الخلق هم الخلق لهم الناس رجعت للعبودية الناس رجعت للعبودية بع التآزر رجعت للناس للعبودية الصايرة خمسة أيام والله ما يلحق خمسة أيام الأسرة ينباع تنباع به أسرة لخمس سنوات جايين لخمس سنوات جايين لا يعيشوا في البؤس لا يعيشوا في قلت سمانكت لا يعيشوا في قلت الصحة وقلت التعليم وقلت حياة كريمة لهم ولولادهم ولدولتهم. أنا أظن ما هو لا حد أنه حملة الزعيم بلام الدا يعطى تتحرك الشعب الموريتاني اللي غيور على وطنه ضد هذو الناس اللي هون شو من الخونة هذو الناس اللي هون شو من الخونة ويعطي الشعب يعطي حد يعرف عن المعركة عنها معركة مصيرية معركة مصيرية معركة بين الحياة والموت إما تغيروا عنكم النظام تعيشوا في حياة كريمة وتبلغوا للحكام عنكم انتم هم اللي تديروهم انتم هم اللي تقرعوهم وتموا حاسبين لكم حساب كيف السنغال كيف الدول المجاورة عن الشعب هو اللي عنده كلمته النهائية وهو اللي قرر
ذا يالتكم تثبتوا هذاك والله ما ادري تستعدوا لخمس سنوات جايين من الظلم ومن التعب ومن الإهانة ومن ما لا يخلوا لكم شو تقعدوا فيه تسكنوا فيه دار يقرعوا منكم بزاتكم دار يقرعوا ما لا يخلوكم تاكلوا ولا لا يخلوكم تشربوا لا يتم يقطروا لكم شوي شو منكم يموت وشو منكم يتم حي لين السنة الجاية لين انتخابات الجاية يقبلوا من اللي يكثروه يلحق ذاك الجيل الآخر من اللي يكبر وهكذا وهكذا لين تفرقوا لأنهم ما يعنيهم في حد ما يعنيهم في بيضاني ولا يعنيهم في فلاني ولا يعنيهم في صنكي ولا يعنيهم في ظرفي اللي يعنيهم هو جيوبهم عنها تمتلئ وراعي ضرك حالا لين هربوا من هنا دفعوا راعي ضرك حالا لين دفعوا انقفل المكتب انقفل مكتب الإحصاء مكتب الإحصاء انقفل به اللي مكتب الإحصاء مفتوحون لا الإنصاف ما مفتوحون حد آخر المواطنين الآخرين يعني شو ينقبل ينحصى نصهم ويقدوا قاع ما يطلعوا ولا لائحه انتخابيه بين لائحه انتخابيه لائحتهم هما يعدلوا فيها هما ذاك اللي يبقوا يطلعوا فيها ذاك اللي يبقوا يطلعوا فيها ويقضوا منها ذاك اللي يبقى يقضوا يقبلوا يحصوا خمسة ويخلوا خمسة الأخرى دعات عشرين يحصوا عشرة ويخلوا عشرة الأخرى ويقول لهم لا بد لكم تعدلوا محاولة أكثر من كذا تعودوا يعدل لكم كذا وتقيسوا المارية كذا ومن المارية تقيسوا ما وكذا 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 هذا ينقالوا لعياء هذا ينقالوا لعياء بالتالي على المواطنين انهم يوقفوا مع رؤوسهم يوقفوا مع رؤوسهم نحن واقفين معاكم قال ايد واحدة ما تصفق ايد واحدة ما تصفق واللي بد لكم كاملين توقفوا